مصر بلد الحضارة، بلد حضارات متتالية ومختلفة كونت في النهاية الهوية المصرية. كلها أيام قليلة وبتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد إصعاد جسد العذراء، واللي هيتم الاحتفال بيه يوم 22 أغسطس. بيتم الاحتفال بيه كل سنة. مسيحي مصر كل سنة وهم بخير، وشعب مصر كله بألف خير يا رب. بمناسبة أعياد إخواتنا المسيحيين، هنتكلم النهاردة عن أهم الآثار القبطية في مصر، خاصة كمان إنه مصر احتضنت مسار العائلة المقدسة، أول رحلات الحج المسيحي في مصر بعد ما لجأ ليها السيد المسيح والسيدة العذراء هربا من بطش الرومان. تتمتع مصر بمزارات سياحية دينية مختلفة فريدة جدا جدا، منها المزارات الخاصة زي ما بقول لحضراتكم بمسار العائلة المقدسة في العديد من الأديرة والكنائس. هنتكلم عن أبرز هذه المزارات السياحية المسيحية والسياحة الدينية كمان المتعلقة بالديانة المسيحية. النهاردة مشرفني في الاستوديو الباحث ماركو الأمين، الباحث في التاريخ القبطي والكنسي. صباح الخير يا أستاذ ماركو. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية كده خلينا نتناولهم جزء جزء وحاجة حاجة. مسار العائلة المقدسة كمان شهد تطوير كبير خلال الفترة الماضية، اهتمام كبير بهذا المسار وتطوير عدد من النقاط فيه. خلينا نوضح للسادة المشاهدين ونذكرهم بأهم نقاط هذا المسار في مصر. أكيد. أنا بشكر حضرتك طبعا على المقدمة والمعايدة اللطيفة جدا دي. هو احنا الفترة عندنا حاليا دلوقتي فيه موسم اللي هو معروف موسم العذراء او صيام العذراء، وبينتهي بالعيد اللي هو جاي حاليا، فبنحب قوي نتكلم في الفتره دي عن المسار. مسار العائله المقدسه هو عباره عن تكريس للخط اللي مشيت فيه العائله المقدسه المكونه من العذراء مريم والسيد المسيح، كان معاهم يوسف النجار، في فتره هروبهم لارض مصر من بطش اليهود. والحدث ده موثق في الانجيل، لكن المحطات احنا عرفناها بعد كده بدايه من القرن الثاني الميلادي وما بعد كده. في عندنا طبعا خريطة كبيرة قوي للسير الخاص بالعائلة، تبدأ من أول محطات خاص من العريش من بوابة مصر الشرقية، وتبدأ مكملة الفرمة اللي هي كان جزء منها بورسعيد اللي هي بلوزيام، تمام. ويبدأ بقى يدخل بقى يعدي على الزقازيق وسمنود، ويبدأ يوصل لحد كمان تل بسطة، ويعدي على أديرة وادي النطرون. بعد كده كمان يقدر ان هو يوصل لحد مسترد الشجرة هناك، كيسة في مسترد اللي هي معروفة هناك، وفي كمان اللي هي الشجرة بتاعت المطرية برضو اللي هي عدت عندها العائلة المقدسة، وعين شمس ومنطقة مصر القديمة. منطقة مصر القديمة كمان، ويعني ممكن نتكلم عنها كمان لسه، ان فيها اكبر تجمع لعدد من المزارات القبطية او المسيحية اللي فوق اكتر من 20 مزار او 20 مكان. وطبعا كملوا بقى لحد الصعيد، عدوا على المنيا منها البهنسه ومنطقه صملوط دير جبل الطير حاليا، وهو من ضمن المحطات اللي تم تجديدها مؤخرا. وكمان في بعد كده راحوا على منطقه ملاوي الاشمونين ومنطقه كماريه، وبعد كده ابتدوا ينزلوا الاسيوط، راحوا الدير المحرق والمعروف فيه ان هو المذبح بتاعه كرسه او دشنه السيد المسيح نفسه، وكان قعد دي اطول فتره قعد فيها على حسب الحكايات اللي بتنقل او التقاليد اللي بتنقل، 6 شهور في المكان ده، فيعتبر اكتر مكان قعد فيه العائله المقدسه في مصر كلها في منطقه دير المحرق او جبل قوسقان في اسيوط. واخر محطه ليهم دير درونكا اللي هي فيها الاحتفالات بتبقى في شهر 8، بيحضرها حوالي اكتر من 2 مليون و3 مليون نسمه بيحضروا الاحتفالات على مدار ال 15 يوم او ال 14 يوم اللي هم بتوع صوم العذراء. عظيم جدا. طيب من ضمن كمان الأديرة والكنائس السياحية كمان اللي بيقصدها سواء بقى المسلمين والمسيحيين ويعني كل الأديان، لأنه الموضوع هو تاريخي كمان بالإضافة إلى أنه سياحة دينية، وهي الكنيسة المعلقة. إيه اللي بيميز هذه الكنيسة؟ الناس اللي بتروح تزور الكنيسة بيشوفوا إيه؟ حلو جدا. الكنيسة المعلقة عامة هي واحدة من أكتر العلامات اللي بتميز مصر عامة في السياحة، سواء بقى تعتبر كأنها بتتحط كده زي جامع محمد علي بتاع القلعة، كرمز من رموز مصر السياحية. ليه بقى؟ لأن كنيسة المعلقة هي أولا على اسم السيدة العذراء أساسا، بس هي اسمها المعلقة لأنها بنيت معلقة على برجين من أبراج حصن بابليون اللي هو مقابل ليها. والحصن ده بناه ترجان، ترجان ده كان امبراطور روماني في القرن الثاني الميلادي وبنى الحصن،
وبعد كده في القرن الخامس الميلادي المسيحيين بنوا كنيسة فوق برجين من أبراج الحصن، عشان كده سميت المعلقة. ليه الكنيسة دي مهمة وليه تعتبر واحدة من أهم الكنائس؟ طبعا لأنها طراز فني ومعماري فريد جدا، مفيش زيه تاني عندنا في مصر، لأنها مبنية طبعا مفيهاش قبب زي بقية الكنائس، لأن ما ينفعش يبقى فيه حمل على الأبراج نفسها، فعشان كده اتبنى بنظام الجملون. وكمان جوه الكنيسة تعتبر متحف لفن الأيقونات ومتحف لفن الجداريات من كل العصور، بداية من القرن الـ13 الميلادي لحد. ايه هو فن الأيقونات؟ فن الأيقونات هو الفن اللي بيرسم فيه الفنان المسيحي صورة، أو اللي بتسمى أيقونة. كلمة أيقونة هي كلمة يونانية معناها انطباع الأصل أو رمز للأصل. وهي بيرسم فيها يا إما حدث حصل في الإنجيل أو حصل في حياة أحد القديسين، يا إما بيرسم صورة قديس، يا إما بيرسم صورة السيد المسيح أو صورة العذراء على مريم. على جدران الكنيسة من سواء الداخل؟ على الجدران أو على خشب، على بتبقى في فريم خشب زي البورتري أو الفنون اللي هي زي كده. طبعًا ما عندناش في يعني في المسيحية ما اسمهاش بورتري، بيبقى اسمه فن الأيقونة أو اسمها أيقونة. اللي بتبقى متعلقة في الكنائس دي كلها اسمها ده موضوع رسالة الماجستير اللي أنت بتحضره دلوقتي. طيب ننتقل لكنيسة أخرى وهي كنيسة القديس جورج أو ماري جرجس. من هو القديس جورج وإيه أهمية هذه الكنيسة؟ طبعا هي احنا الاغلب الكنائس الموجوده في المنطقه هي تتبع الكنيسه القبطيه، لكن دير القديس جورج او كنيسه القديس ماري جرجس او قديس جورجيوس هي كنيسه تتبع الكنيسه الاسكندريه للروم الارثوذكس او الكنيسه اليونانيه. هي مهمه جدا لان هي شكلها برضو مميز على شكل الروتندا او شكل اللي هو الدايره، وده طراز مش موجود في مصر منه تاني، وحتى بره كمان مصر مفيش غير واحده تانيه في رافينا في ايطاليا مشابهه ليها. وهي دي حاليا الكنيسه الموجوده اتبنت في 1904 على انقاض كنيسه ثانيه اتحرقت واتهدمت قبل 1904. القديس جورجس او القديس جرجس اللي معروف عند المصريين الاقباط بماري جرجس الروماني، هو واحد من شهداء المسيحيين، ودي صوره الكنيسه اللي موجوده على الشاشه. زي ما حضرتك شايف هي روتندا على شكل دايره، وده طراز مميز جدا، وهي قايمه على 8 اعمده، ومن جوه طبعا الزخارف اليونانيه فيها يعني حاجة تانية. قديس جرجس هو أحد الشهداء المسيحيين اللي استشهدوا في عصر الرومان الأوائل لأجل أنهم رفضوا أنهم يعني يعتنقوا الوثنية ويتركوا عبادة السيد المسيح، فهو واحد من ضمن الشهداء دول، وهو يعتبر حد ليه زي سيرة كبيرة وتقليد كبير، وفي كمان دول بتتشفى بيه زي دولة جورجيا مثلا. هو قديس مهم جدا على مستوى العالم كله مش بس على مستوى مصر، فعشان كده بيجي سواح من كل العالم يزوروا الكنيسه بتاعته. كنيسه ابو سرجه ليه تمت بالاسم ده وايه اهم ما يميز هذه الكنيسه؟ ابو سرجه ده تحريف لاسم شهيد جندي كان اسمه سيرجيوس، ففي القبطي احنا بنقول ابا سيرجيوس، فابا سيرجيوس اتحرفت لابو سرجه يعني في اللغه العربيه. يعني الاب سيرجيوس تمام، او سيرجيوس اتحرفت لابو سرجه. ده المعنى. هي الكنيسة على اسم 2 شهداء أصحاب كانوا جنود برضو استشهدوا في العصر الأوائل برضو، كانوا اسمهم سيرجيوس وباخوس أو واخوس، واتسمت على اسم الكنيسة دي. الكنيسة دي اتبنت في عهد الدولة الأموية على إيد واحد من أهم موظفين الدولة وقتها كان اسمه أثناسيوس الكاتب، وبعد كده اتهدمت في من ضمن الثورات والحاجات اللي حصلت بعد كده، واتجددت تاني، جددها واحد اسمه الشيخ يوحنا ابن الأبح، وده كان كاتب الخليفه المستنصر الفاطمي في 1072 ميلاديا. ده بالنسبه لكنيسه ابو سرجه، وهي مهمه جدا لان فيها جزء هو يعتبر المغاره اللي اتقوت ليها العائله المقدسه لما جت لمصر من ضمن سياق الرحله بتاعتها. عشان كده اهم نقطه في كنيسه ابو سرجه هي كنيسه المغاره اللي تحت الكنيسه الاساسيه اللي هي كنيسه ابو سرجه. ليها خصوصيه يعني طبعاً كبيره جدا. طبعا. طيب دي صورتها طبعا احنا شايفينها، دي اللي هي المغاره اللي هي اختلت فيها العائله المقدسه، وهي دي تعتبر اقدم من بناء الكنيسه نفسه، يعني الكنيسه نفسها المغاره دي قبل الكنيسة, نفسها قبل الكنيسه كمان. نفسها طبعا، لان وقتها ما كانش في كنائس في وقت ما كانت العائله المقدسه جت مصر طبعا، لكن الكنيسه زي ما قلت حضرتك اتبنت في القرن السابع الميلادي وبعد كده اتجددت في القرن الـ11 الميلادي. يعني طول ما انت ماشي في مصر بتمر بازمنه مختلفه، اثار مختلفه، بتمر عبر التاريخ، يعني مصر بلد قديمه قدم الازل يعني. طيب دير سانت كاترين، دير سانت كاترين واحد من اشهر الاديره في مصر وفي العالم كله، كمان دير سانت كاترين وسانت كاترين بالكامل دلوقتي بتشهد تطوير من نوع خاص عشان تكون صديقه للبيئه، والتطوير اللي بيحصل ما ياثرش على الطبيعه الروحانيه الموجوده هناك. ده حقيقي. دي من ألطف الحاجات اللي بصراحة يعني بنوجه شكر ليها، أن لما نعمل مشروع تطوير
ما يمحيش المعلم الأثري وأثريته والرموز بتاعته، في نفس الوقت برضه نعمل حاجة تكون مستدامة. دي أهم حاجة كواحد بيدرس في السياحة، ففاهم أهمية الاستدامة قوي في السياحة، فإن احنا نعمل مشروع زي ده. عندنا دير سانت كاترين، هو برضه زيه زي دير ماري جرجس أو كنيسة ماري جرجس الخاصة بالروم، هو برضه دير خاص بالروم، وهو فيه بقى كذا معلم جوه. طبعا هو من احنا عارفين ان احنا هنا في مصر عندنا من قمه العجائب هي فكره المجمعات الاديان. يعني في مصر القديمه احنا عندنا مجمع اديان في المعبد اليهودي والكنيسه وجنبي الجامع. كذلك برضو في دير سانت كاترين في جامع وفي العليقه او الشجره اللي كلم الله موسى من خلالها، وفيها كنيسه خاصه بشهيده سكندريه اسمها كاترين، دي كانت قديسه فيلسوفه وكانت بتحجج الوثنيين، ونتيجة لمحججتها ليهم اتعرضت للاضطهاد وفي الآخر برضو اتقتلت استشهاد على اسم المسيح برضو في العصور الأولى. فالدير ده اتعمل لتخليد سيرة القديسة دي، وهو اتعمل على أو تحت أقدام جبل حريب اللي هو تجلى فيه الله لموسى أو كلم الله فيه موسى حسب الرواية في العهد القديم. يعني طبعا تفاصيل كتير جدا في مصر، اثار قبطيه مسيحيه فريده من نوعها عالميا كمان، بيجي لها زوار وسياح من كل دول العالم. اتكلمنا يمكن على بعض منها، الابرز لسه في كتير محتاجين نتكلم عنه تاني، فان شاء الله يكون لنا لقاء تاني يا استاذ ماركو، نتكلم عن معالم اكتر لانها معالم مهمه جدا ومناطق سياحيه غايه في الاهميه. شكرا جزيلا الباحث ماركو الامين، الباحث في التاريخ القبطي والكنسي، شرفتني ونورتني. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.